ثقافيا الآن، نظم جمعية مرضى سرطان معرضا تشكيليا جماعيا برواق الفنون الهادي التركي بسيدي بوسعيد. المعرض يهدف إلى تخصيص جزء من مداخيله لشراء آلة منظار رقمي سعيا للتضامن مع مرضى السرطان. هي ريشة فنان عندما تمزج بين الألوان، بين الواقع، بين الأحلام، فتلتقي الرسومات وتتنوع المضامين والمعاني لتبعث برسائل حب للحياة، للعطاء، حب للآخر. ورسالة اليوم لجمعية مرضى السرطان من خلال هذا المعرض الجماعي بعنوان الفرد من أجل الكل والكل من أجل الفرد. هذوما ستة رسامين ضامنوا مع جمعية الفن مع الصحة ويعطيونا اشتر المدخول متاعهم للجمعية باش نزيدوا باش نكملوا قدرة ربي إن شاء الله. نهار 4 فيفريي هلا باغي هذا ليكوغراف نوميريك بيرفورمون اللي ماهوش موجود في معهد صلاح عزيز، مش موجود في المستشفيات العامة، حبينا نحطوه في معهد صلاح عزيز خاطر صلاح عزيز وجهة التوانسة الكل، ولاية الكل. مبادرة شهدت مشاركة عدد من الفنانين التشكيليين إيمانا منهم بضرورة التقاء الفن بروح العطاء. فن هو يستهدف الجميل، ولكن الجميل هو الفعل أيضا، إن نساهموا ونكونوا كفنانين ناشطين في ميدان الخيري ونعاونوا بالفن متاعنا. هو شكل من أشكال التضامن، مش فقط على مستوى الفني ولا الثقافي، بل وبالخصوص على مستوى الإنساني. نرى أنه مبادرات كيف هيك مهمة جدا باش تثاقف الوعي عند المواطن وتخلينا فاعلين في الإطار هذا. فكل هذه المبادرات أنا في رأيي تسير في الاتجاه الصحيح. يعني هذا مرض خبيث ينتشر في كل مكان. احنا اتفقنا مع رئيسة المؤسسة ورئيس الجمعية أيضا أن نطور الفعاليات المشتركة ما بين فلسطين وتونس لمكافحة هذا المرض. مبادرة ليست الأولى لجمعية مرضى السرطان، يبقى هدفها مكافحة انتشار هذا المرض بمواكبة آخر المعدات الطبية للتقصي المبكر.